لا مكان للتهدئة في هذه المنطقة، ولا يبدو أن ثمة بديل لصوت المدفعية، فلا تزال ميليشيا الحوثي والمخلوع تدفع بتعزيزتها العسكرية إلى كل جبهات القتال عموما وإلى منطقة نهم على وجه الخصوص، حيث عززت من تواجدها بآليات وأسلحة متوسطة وثقيلة. تم نقلها من صنعاء إلى نهم بغية التقدم نحو مواقع سيطرة الجيش الوطني. وفي محافظة الجوف جددت الميليشيا قصفها على مواقع الجيش والمقاومة في جبهات العقبة والمصلوب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة. يأتي هذا التصعيد قبل أن يجف حتى حبر توقيع طرف الميليشيا على اتفاق وقف إطلاق النار خلال الساعات الماضية. ولا يختلف المشهد أيضا في محافظة مأرب، حيث شن الحوثيون قصفا عنيفا وسلسلة هجمات على مواقع الجيش الوطني بهيلان غرب المحافظة، إذ تبقى الحرب في هذه المناطق هي الثابت الأول في المعادلة، ويبقى حديث الميليشيا عن وقف إطلاق النار مجرد تصريحات لا مكان لها في حيز التنفيذ.